أنا مواطنة مغربية ساكنة في زنقة أبو سفيان ساحة ماريشال. سيدي هذه يومين وثلاث أيام طاع علينا البيت وطاع علينا الدوش وغادي جاية الصالة هي طايحة، وهذا الشيء السبب ديالو واحد السيد ساكن فوق منا محامي. ديما حنا معاه في الشكايات وديما كنطالبوا بأنه يصلح الفويت ديالو، ما بغاش حيت هو كانت عنده الكوزينة والدوش كانوا على الدخلة ديال الباب، ونهار اللي بدلهم التصميم ديالهم ردهم لينا فوق هاد الصالة فوق داك البيت وفوق الدوش. دابا مع داك الفويت داك اللي ركبوا لي ما ركبوش السيفونات مزيان، دابا داك الشيء تسبب في هاد الشيء ديال الفويتات، تسبب في الفويتات باش طاح علينا البلافون باش طاح علينا سميتو. كانت الوالده تما ومره كبير عندها شي 85 عام، كانت في البيت جات تهرب طاحت توعتات، ها الراديو ديالها والسيرتيفيكا ديالها راه عند البوليس، ها الراديو ديالها. وحنا ديما معاه في الشكايات من 2021 هالاولى باش يصلح قبل من هذا الانهيار، حيت بقى كيتجمع التسرب ديال الماء، بقى كيتجمع يتجمع 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 حتى صافي الدار وداكشي شبع ماء هو يتزدخ، داكشي طاع علينا، داكشي تخمر تخمر طاع علينا. دابا ها الشيء كيدرناه في 2021 ونهار اللي كيجيو باش يجاوبوا داكشي المستوى ديال الشكايه شنو طلبتوا فيها ومن ها هي دايرين كنطلب من السلطات وسميتو باش يجي صايب الفويت ديالو بان عنده تسرب الحمام وتسرب المطبخ، ها هما في الشكايه ديالي فيها فاش طاح الدوش ما بغاش يصلح. كاين شي تجاوب؟ كاين تجاوب من السلطات من الجماعه الحضاريه ومن القايد المقاطعه ديال سيدي بليوط، وما كيبغيش يصلح السيد، ما كيبغيش يصلح. والثانيه هي هذه في 2022 شهر 4 14 في شهر 4 اللي كان علينا المفيضان والسيركوي تاع الضو، وكان علينا داك الشيء كلشي كيتفرتت كيطيح. ايوا الكارثه هي نهار الاثنين، نهار الاثنين طاع علينا البلافون، طاح البلافون ديال الدوش والبلافون ديال الصاله، والوالده تخلعات جات تهرب طاحت ومره مسنه. دابا هو باش يكالي على هاد عندها 85 عام واغتروس ما كتمشى ما والو، كت يلاه كت بشويه ماشي كتمشى. ها هو الراديو ديالها دابا اللي شافو كيعرف اغتروس عندها ركابي ما فيهمش الماء وهذيك العظم كيتحكك، ها هو باش عارفه اغتروس، ها هي اغتروس السيده ومره كبيره مسنه والانسولين ديابيتيك والطونسيون. وهما دابا سيدي قلبوا هذا الشيء ديال باش غطي على الجريمه ديالو، جاوا حكا جاوا السلطات المعنيه كامله، جاوا لي بومبي جاوا البوليس جاوا كلشي شافوا هذا الشيء، جاوا كلشي. دابا باش يقلبوا على هاد الجريمه ديالهم وعلى هاد الخسارات اللي حنا ضعنا فيها وكلشي طاع علينا، بغاو يردوها نزاع. حنا سيدي عمرنا ما ضاربنا معاهم ولا وصلناهم ولا كنعرفهم. لصق لكم تهمه؟ لصق لنا تهمه، قال لك مضاربه، قال لك هما وثلاثه الاشخاص ما عرفت منين جابوهم. يعني تهمه؟ حنا وشي ثلاثه الاشخاص جبناهم شي بلاصه اخرى زعما شي ناس تحاموا معانا، والكاميرا عندهم اربعه زعما تعدينا عليه. وهاد السيد عنده الكاميرا 24 ساعة على 24 ساعة في باب في دار بابو دايرها 24 ساعة على 24 ساعة خدامة، وعندنا الكاميرا الكبيرة ديال الباب ديال الموبل يعني كتحكم فيها السانديكا، يعني يجيو يشوفوا إلا كان هاد الهجوم وكانت هاد المضاربة وكانت يوريونا هاد الشي ديالهم. ما دعيتوش لأنه لصق لكم تهمة؟ ورحنا دعينا بأن لصق لينا تهمة، دعينا بأن احنا عمرنا ما تضاربنا معاه، وكاين شهود كاين ناس تاع العمارة كلهم كاينين ما عمرنا ما تضاربنا معاه، كون بغينا نضاربوا معاه نضاربوا في 2021 فاش طاح البلافون ديال الدوش كامل. ها هي في 2021 فاش طاح هذا دابا البيت والصالة يومين، نهار الاثنين، نهار الاثنين فاش جاو السلطات المعنية، جاو لي بومبي جاو البوليس جاو. الطواليت فوقاش طاح؟ طاحت في 2021 في هاد الشكايه، كون بغينا نضربوا معاه ونديروا في خطر، حنا راه مدين بالخطر وكلشي في خطر. كلشي حنا في خطر، كلشي حنا في خطر. شنو المطالب ديالكم؟ حنا راه سيدي ما حنا ما فحالناش باش نديروا هاد الخسائر كامله، حيت هادي ولات خسائر كثيره علينا، حيت كان مشكل بسيط كون صايب داك المشكل البسيط ديالو ما طيحوش في هاد المشكل كامل في هاد الكارثه من 2021 عباد الله.
هو الفويت راه تقول لاي واحد يتزدخ دار ماشي راه تزدخ موبل يتزدخ ماشي غير بلافون. حنا ما عندناش باش نصايبوا هذا الشيء حيت الخسارات بزاف وهو السبب فيها. هو ما السبب في هذه الخسارات ما بغاش يصلح رجل القانون. قال القانون قانون قال كيعرف القانون والقانون فوق الجميع الحمد لله. كاين القانون في بلادنا الحمد لله وكاين سيدنا الله ينصرو والله يخليه لينا. ما كايناش الحقره في البلاد وما عمرها ما تكون الحقره في البلاد الحمد لله. الحمد لله حنا ما عايشينش في غابه الحمد لله عايشين في بلاد القانون بلاد الحق. والطاغي والمتعدي راه كياخذوا منه الجزاء والله ينصر سيدنا جلاله الملك محمد السادس حيت هذا الشيء بزاف. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.